ما اعرف صراحه ايش اقول لكم، بس هياكم بوا كونيتشيوا ميناسان، كيف حالكم؟ ادري اني انا قطعت، اتمنى انه ما حد يطقني، ما حد يضربني. كومين ناساي، ادري تاخرت عليكم، خلاص هدوء. كان لي شهر وما نزلت عن ارك، ولكن جيتكم اليوم بالحلقه الاسطوريه ما قبل الاخيره، حلقة ترويض السبيريت، حلقة التاسعة. المهم مو حابة اطول عليكم، اتمنى يعني انكم تنبسطوا بهذه الحلقة وتعذروني على التأخير. كومين ناساي، يعني اذا ما كنتوا تعرفوا كنت ابث في تويتش، هذا حسابي اذا تبوا تتابعوني. المهم يلا نخش على الحلقة. يلا قومي، في حلقة نصورها. سألتكم الحلقة الماضية كيف افتح الكايوس اورب والسبيريت اورب عشان اقدر اروض حيوانات الكايوس وحيوانات السبيريت. اللي ما يعرف استعده، شوفوا كيف حنفعلها. والله الهرجه وما فيها انه لازم ارسبن بوسات، اللي هو اسمه حامي الارواح اللي هو سبيريت جارديان، وكمان نرسبن حيوان حامي الفوضى. بوريكم معايا ايش المكونات اللي نحتاجها بس عشان نرسبنه. بس ايش اللي يحتاجه؟ الفا بلود ايزي، ايبكس بلود ايزي، هذا ايش؟ ديمونيك امبرس سول. والله انا احس خلاص اروح اسويه وهذا مدري، والله طلع فيه استدعاء بوس. ايش حالك يا ابوي؟ الله شوفوا بيبلد جريفن ماكس ليفل. اوكي حروضه سريع سريع، ما عليكم ان شاء الله. او ماي جاد مره سريع يا شباب، ليه ما قلتوا لي انه مره سريع يا شباب وبنات؟ مره سريع. الله واقف ثابت، قرب يموت، ينام قصدي، هرب عشان بينام الحين. الحين بينام خلاص، نام. قوي. حسميه موف، والله مرة سريع، أنا أحب المخلوقات السريعة مرة. أوكي نايس الدمج، والله لما قلتوا لي عليه من اول، انا ادري انكم قلتوا لي بس ما لقيته وقتها. هاي ريكليس كيف الحال؟ هاي والحمد لله، ايش اخر التطورات؟ ايه والله ايش الحركات والبركات؟ كيف حالك؟ والله الحمد لله. وينك؟ كيف حالك؟ وين الناس؟ والله ايش فيك؟ ايش اقوى حيوان عندك؟ ايش الليفل اللي وصلتيه الان؟ والله شوف اللي لقيته على قدي، الريكس حقي، ريكس السيليستيال و ريكس وعلى قدك؟ ريكس يا بنت الناس، ريكس ترايب. يا ساتر هذا على قدك. لا لا الا الله، اروض حيوانات على اجل. اللي مو على قدك وينه؟ اللي مو على قدي السبيريت. ايزي ايزي الموضوع ان شاء الله، اذا جيبي بس حيوان يكون قوي في الدمج، وراح نستدعي بوس. حلو البوس هذا اذا استدعيناه بعدها نقدر نجيب السبيريت. طيب ايش اسمه البوس؟ ان شاء الله. انت اول شيء تبي تبدا بالسبيريت ولا الكايوس؟ ما يفرق سبيريت، يلا ما يفرق. طيب سبيريت. يلا سبيريت. السبيريت النظير له ايش هو؟ السيليستيال. لازم احنا نستدعي بوس السيليستيال عشان ناخذ منه السول اللي انت قلتي الغريب هذا الشيء اللي احنا ما نقدر نجيبه. اذا جبنا السول نقدر بعدين نستدعي اللي هو سبيريت جارديان ونقتله. طيب يلا بسم يعني الله. الحين زي ما انتم شايفين صار حوالين ريكليس اخضر، اضفته معايا في الترايب عشان نقدر نحارب البوس مع بعض. تسعب بروح اسوي البوس. الله اوكي اقدر اسويه. تخيل ارسبنه هنا فجاه، او ماي جاد يا ساتر. الحين حتشوفوا البوس اللي حنقتله، حناخذ منه الروح اللي حنقدر فيها نستدعي حامي السبيريت. تبدأ المعركة الآن. والله اسمع نسوي سرور ولا ما يحتاج؟ بإذن الله نقول ما يحتاج. اسمعي نسبب. الله الغنمة يا عمري. الله كيوت. هيا 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 اسمع، أنا الغنمة وأنت الباراسور. خلاص اوكي بسم الله بسم الله. واو
اشياء كثير. الو انا بساعدك. كيف احارب؟ الو حريقة. والله فنانين، والله فنانين. ماي جاد ايش القوة الجبارة هذه؟ يا ساتر ايش جالسين يسووا ذول الاثنين؟ براسور وعنزة صغيرة يسووا كذا؟ والله الدمج الدمج. دوني اداني درع. الله جاني السيليستيال امبرور سول. الو جاني حاجة غريبة اسمها سيليستيال اندوم امبرور تيمبل سامونر. يب يعني يمديك التيمي، عندك تنزلي تضربي سهم اوريجين واحد وتعطيه تقع سيليستيال كبل. عشان كذا انت تقول لي. طب اسمع اسمع، نرجع البيت نسوي سهم سيليستيال ونتيمه. سهم سيليستيال قصدك سهم اوريجين نجيب كبل سيليستيال. الحين معركة نمبر 2. الله يس يس يس. الحين نسوي الله اول مرة راح اشوفه. خليني ارسمنه. يلا 3 2 1 بسم الله. ويفرن سبيريت. الو قتلنا. هايدي ماتت. والله مره قوي، والله بدون استهبال مره قوي. استهنت فيه. تعال. ماي جاد 1 بليون. 1 بليون انا كيف اقتله؟ والله ويو بيموت ويطلع قرفنات. ايش اسمع، عندي خطه. ايش رايك نتيم الركس السيليستيال الجديد هذا القوي ونقتل بيه؟ لانه ما اعطانا هو الا عشان نقتل، صح ولا لا؟ يلا ليتس جو. هذا الاوريجن ترى طلقه واحده. ها طلقه واحده. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ايه؟ واو ايش ذا؟ وات ايش ذا الحيوان؟ وات ذا؟ اول مره اشوفه. جابك تحت الارض قاعد اسمع. المهم يلا 3 2 1 بسم الله نبدا ترويضه. ليتس جو. الله اكبر. اهرب اهرب. يلا يلا سهم 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 بسرعه بسرعه. طيب دقيقه. واو او ماي جاد. ضربته ضربته ضربته. اهرب. ياب ياب. لا سريع. ليش سريع كذا؟ الله اكبر الله اكبر. نام نام نام. نام نايس. تعال انت اللي حتظبطنا. نام يا ابويا. حسميه سبيريت كيلر ولا بسميه السفاح. يلا هجوم هجوم. تعال اضربه. اح يلا يلا. والله نايس مدرع انا مره. واو يا القوه، والله قوي اللي معايا. تعال تعال عضك انا عضك انا. ووهو والله اسطوري هذا. تعال يا كلب. نايس والله. الو الو انا نص المويه. كيف وداني الجزيره الثانيه؟ يلا هانا 3 مليون سرعه. موت. والله تعبنا والله. سرعة خلاص. اوكي اوكي اوكي. ضربة ضربة ضربة. Let's go. اخيرا اخيرا. او ماي جاد هذا القرف. فشنا قتل كل حيواناتي. نقدر دحين نسوي السبيريت اورب. رحلة الانطلاق الى ترويض حيوانات السبيريت. Let's go. او ماي جاد سبيريت ويفرن 300. حظنا حلو بس مو حلو. ما اعرف كيف اروضه صراحه. مره سريع كيف والله حموت. ما ادري ايش اسوي صراحه. ما
ادري ايش قاعد يصير. يلحق ورايا. خلاص ما ابغاك. خلاص. أنا مات. أبغى أصيح. Oh my god. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine. Okay, يا رب إنه يعلق. علق. دقيقة. لا تروح له. بسم الله. نايس، ضربت فيه. أخيرا. والله عصبت خلاص، مرة قرفت. هلا والله. هاي، صح إنك كريه، بس أول حيوان سبيريت حروضه. مستعدين؟ يلا ليتس جو. هلا والله، بسميه لكس. ايش الحركات هذه؟ اوكي، زود دحين الدمج. يلا نشوف الاوتو اتاك. بسم الله. واو، ما شاء الله، 5 مليون، ما شاء الله. اوكي، 3 مليون. المهم، وبكذا وصلنا لنهاية الحلقة. أتمنى تكونوا استمتعتوا. شكرا ريكليس على المساعدة. أريغاتو غوزايماسو. ما أتوقع إني كنت أقدر أسوي أي حاجة لوحدي. لا، وين عندك ريكس مرة قوي. الحلقة الجاية بإذن الله حنروض حيوان الكياس، فأشوفكم في الحلقة الجاية. جانا، باي باي.